بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا شباب. العربية مدرتش، وده طبعا كانت حاجة معتادة طبعا احنا في الشتاء والبطارية بتنام بسرعة. ففي واحد اقترح عليا الموضوع اللي الباور بانك بتاع العربية. احنا نشوف هي القطعة دي، انا شغلتها من حوالي اسبوعين، تمام، استخدمتها 3-4 مرات بس، لكن ان شاء الله تكون لسه فيها الشحن بتاعها وتنجدنا. زرار الباور اهو كده، الشحن بتاعها يعني مكتمل، يعني بقالها حوالي من يمكن 10 ايام والشحن مكتمل. نضغط هنا ده المستوى الاول، التاني كده، المستوى التالت، ان شاء الله تدور العربية. خلينا نشوف. ننزل محمود عند العربية من بدري. هنا ده الجزء الخاص بفتح الباور تحت اهو. ناخد بالنا ان احنا بنتعامل مع كهرباء، طبعا ليه اتجاه بالاضافة. الاحمر مع الموجة والاسود مع الساحل، تمام. وبينتظر حوالي من نص دقيقة هيركب الاحمر. هو ممكن ما يدورش على طول، يعني زي ما قلت ممكن حوالي نص دقيقة عم تسوي العربية تدور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان لو البطارية ضعيفة او كده هيبقى دايس دبرياش عشان افصل الحركة ويبقى خفيف، ودايس شوية بنزين في التدوير. وان شاء الله برضك هنا خلينا نفصل الاول. في برضك ملحوظه ان هو من شروط الاستخدام بتاعته ان هو درجه الحراره تكون من 20 الى 60 مئوي، يعني ما ينفعش انك تسوق العربيه وتنزل، بالذات لو الجو في الصيف والجو بيحر ممكن درجه الحراره جوه العربيه توصل ل 100، عشان بس ربنا يستر عندي بطاريه تحسبا بس ان هي ممكن يحصل لها حاجه او تنفجر او كده. انا جربت للسياره، هي 1300 سي سي. في برضك اللي هو شحن الموبايل، تمام، مفيش مشكله، لكن ما جربتش انا موضوع الكمبيوتر، ما ينفعش عشان هو ديل. برضك هنا وفي معاه مستويات للاضاءه، كشاف اضاءه عاليه واضاءه متوسطه، وفيه اللي هو الرعاش او الوميض. فان شاء الله تكون تجربه مميزه. يعني هحط طبعا الصوره بتاعت الجهاز والصورة بتاعت العلبة بتاعته عشان برضك فيها عليها تفاصيل لو حد حابب يبص على التفاصيل. اكرر موضوع الاحتفاظ او شروط التخزين ان هي في درجة حرارة من 20 الى 60. اكرر الموضوع ده مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.